ايوه عاوز مين؟ انا كنت جيت عملت مقابله وقالوا لي هنكلمك وما حدش اتصل بيا. هم قالوا لك هيكلموك؟ قالوا لي يومين بالكتير. يبقى خلاص مش هيكلموك. يعني انا كده ما نجحتش؟ ايوه. يظهر ان انا كان لازم اجيب واسطه معايا. ايه ده؟ هو انت اللي جاي من غير واسطه؟ هم حكوا لك عني؟ ايوه. انت عارف انك عملت مشكله كبيره جدا مع رئيس الشركه ومدير الحسابات؟ مدير الحسابات كان مقتنع بيا جدا، انما رئيس الشركه ده قعد يهري من ساعه ما دخلت وراجل غيتت غتاتة و... انا اخته على فكره، بس طيب قوي وابن حلال. كويس انك فرملتيني قبل ما اعك الدنيا اكتر من كده. حصل خير، انا اسف. اتفضلي.